اشتغلت بهالمجال هذا تقريبا من شي 35 سنة، ولهلا متابع عليه القصة لأنه كان فيها روح بمعنى الكلمة. احنا بنشارك في كل المعارض لنحيي تراثنا، تراث سوري. هلا انا مشارك، هي مخرطه تراثيه قديمه قبل طلوع الكهرباء، ما كان في لا كهرباء ولا كان في شيء. شفت شلون طريقه التدوير تبعها بدون محرك بدون اي شيء. المخرطه هي هالبدائيه بسيطه، هي نحن كنا قديمه نشتغل فيها رجال الكراسي، نشتغل فيها قطع الارابيسك، نشتغل فيها رجال الموبيليا. فهلا هي كونها هي صارت هلا هي من التراث، نحن كل شيء موجود غاب عن العالم من التراث بنورجي الاجيال. هلا نحن قاعدين هون بالجامعة لنورجي كل الشباب اللي جايين لهون عن المعرض يزورونا يشوفوا نحن تراثنا. مشاركتي حياكي عن النول، حياكة النول عندنا نحن بسوريا قديمة وبكل المحافظات. أنا من حمص مدينة النول، وهلأ جاي طبعا أنا اتحاد دمشق مع سكان دمشق وعم بشتغل بحياء القطع التراثية اللي انقرضت تقريبا على نولي البسيط هذا اليدوي القديم جدا. والإنتاج تبعي بيطلع بساط، بيطلع لوحة عليها نقش قديم، عم بشتغل كمان بخيوط المهير هلا حاليا شالات. طبعا كمان عندي انواع الخيوط اللي بيشتغل فيها، في عندي الصوف، في عندي القطن، وفي عندي حتى الشراطيط من اللي بتقطعي هاي مثل اعاده تدوير بتعملي البساط القديم. شاركتي بمهنه المزيك، مهنة المزيك خصيصا يعني مدينة دمشق، منها الصدف والخشب الليمون، خشب الجوز وخشب المشمش، يعني عدة أنواع من الأخشاب. حرفة دهان دمشقي طبعا هي حرفة قديمة وعريقة، هي بيقولوا لها العجمي، بس هي الاسم الخاطئ فيها كلمة العجمي، هو الصحيح هو الدهان الدمشقي. نحن هون طبعا مشاركين عن طريق الاتحاد العام للحرفيين، موجودين ضمن هذا المعرض، ونحن كتير مبسوطين بهذا المعرض لأنه هو عم يعرف الطلاب على التراث المادي أو الغير مادي بالنسبة للحرف التقليدية اللي موجودة بسوريا. المهنة تبعي هي الرسم والزخرفة على الزجاج وتنزيل الميناء، حرفة قديمة تقريبا تراثية أكثر من 2000 سنة على زمان الفينيقي. مشاركتنا هي إعطاء الطالب أو الزوار ثقافة الحرفية عن هالحرفة، يشوفوا تراث بلدنا كيف بينشغل، كيف بيتم الأعمال فيها، بيصير في أسئلة وأجوبة. هي ثقافة حرفية، نقل الثقافة الحرفية لهالجيل الجديد اللي ما بيعرف المهنة. المشاركة بالنسبة لنا نحن بنتمنى المشاركات تكون بعدد كبير، لأنه بصير احتكاك مباشر بين الزبائن والشريحة المشترية والناس اللي بنتصنع مباشرة. يعني ما بقي في إنه سعر ياهل على طالب لنفرض بكوننا بكلية الآداب. لذلك بالنسبة لنا كتير منتعب على قصة إنه يكون في احتكاك مباشر منا، عنا التسويق بيزيد، وهني بالنسبة لهم طريقة الشراء بتكون أريح. نحن
نحن بالنسبة للاشتراك كان بموضوع الحرير الطبيعي ودودة الأز وتعريف العالم على موضوع الحرير وثقافة الحرير بسوريا. ونحن بشكل عام نحن من مصياف من بلدة دير ماما، نحن كانت كل دير ماما تشتغل بالحرير بشكل عام. اعتماد الحرير كان اولا على الورق التوت، كانت تجينا بعدين البيوض من برا صرنا نعملها محليا بيوض الشراني او دوده الاز ونربيها نحن بطرق محليه وكذا وعلى عده مراحل لحتى تصير شرنقه، وبعد ما تصير شرنقه بنحولها نحن خيط الشرانق لخيط حرير، بعد خيط الحرير في قسمين، قسم للنول اليدوي الموجود عندنا بالمنطقه وقسم للكروشيه بالشغل السناره.